وقت كافي ازاي؟ مبيبقاش وقت كافي. لا طبعا يستحيل. ممكن تقول لي اصابه كنت المفروض تقعد فيها في تاهيلها فتره طويله واضطريت انك تنزل الملعب؟ ماتش سيو سبورت نهائي كونفدريشن كاب. ماتش اللي هناك اللي انا خدت نزلته 45 دقيقه خدت احسن لعيب في المباراه ولعبت باك ليفت. انا رايح من هنا فايلر مستر فايلر متقله. مين فايلر؟ مستر جريدو الاسباني. ماشي. مستر جريدو الاسباني متقله من هنا ان شريف وكان عبد الله السعيد على فكره راجع من شرخ في وش رجله في الوقت ده. كان عنده شرخ اجهادي في مشط الرجل. انا وهو رايحين بنكمل السكور. انا وهو رايحين بنكمل تكملوا السكور اصلا نكمل السكور. وكان الكابتن محمد ابو العلي كمال معد البدنه في الوقت ده انا فاكره. قال مستر جريدو قال له شريف وعبد الله دول ما ينفعش يشاركوا عشان هم بعيد جدا عن لسه محتاجين مرحله تاهيل كمان لا يقل عن اسبوع او 10 ايام. رحت هناك انا اول تغييره كان عايز ينزلني بعد ربع ساعه مستر جريدو لان احنا كنا 13 لعيب بالظبط. ايوه انا فاكر انت متخيل الموقف. وانت قلت له ساعتها ايه بقى خليني اجلني شويه. طبعا انا قعدت ذهلت. كان موجود على الدكه كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن حاضر الموقف كان موجود مدير كوره ساعتها. قلت لهم ازاي وبتاع. فطبعا اول ما قالوا لي انا ما قدرتش اتاخر طبعا يعني مجرد سخنت من الشوطين انا اول تغييره نزلت على طول. سخنت ونزلت على طول. ده الماتش اللي كان ملعب ترتان. ملعب ترتان. عارف يعني ايه ملعب ترتان؟ طبعا ده متعب جدا. و45 دقيقه درجه حرارتك كام؟ كام؟ فوق ال 40.